السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في موقع حماصة.com. مرحبا بكل عشاق ورواد التسوق من الانترنت. في هذا الفيديو سوف نكتشف مع بعض طريقة التسجيل في موقع الاكسبريس، كذلك سوف نتطرق لأهم الأمور التي يجب عليك معرفتها قبل التسوق من الموقع. لمعرفة المزيد ابقوا معنا. قبل أن نشرح أهم الأمور التي يجب عليكم معرفتها قبل التعامل مع موقع الإكسبريس، سوف نعطي نبذة عن ما سوف نتناوله لاحقا. سوف نشرح طريقة التسجيل، طرق الشحن، كذلك طرق الدفع، الضمان، وسوف نشرح في بضع دقائق الواجهة الخاصة بالموقع. التسجيل في موقع الإكسبريس شأنه كشأن التسجيل في باقي المواقع الإلكترونية. سوف نحتاج إلى بريد إلكتروني إيميل خاص بنا، سوف نحتاج إلى الاسم كذلك العنوان، لأن هذه المعلومات جد مهمة جدا وسوف نتعامل معها ونتعامل بها مرارا وتكرارا مستقبلا. سوف نختار أي متصفح انترنت وكذلك أي محرك بحث ونقوم بكتابة علي إكسبريس. الموقع متوفر بالعديد من اللغات الإنجليزية الفرنسية العربية، يمكنكم اختيار اللغة التي تناسبكم. سوف ننقر على Join التي توجد على اليمين. سوف نقوم بكتابة الإيميل الخاص بنا، الاسم، اللقب، ثم الباسورد. هذا الحساب سنتجاهله مستقبلا لأنه ليس مهم. أنا ما أظن هذا كل شيء. سوف نقوم بتعبئة هذه المعلومات وسوف ننقر على Create Your Account. في هذه اللحظة سوف يتم تسجيل الدخول الخاص بنا، سوف يتم إضافتنا إلى قائمة أعضاء الموقع. سوف نقر على Go Previous Page. هذه هي واجهة الموقع أو هذا هو حسابنا. وبعد التسجيل في الموقع سوف نقوم بعمل Sign Out، يعني نقوم بتسجيل الخروج. طريقة تسجيل الدخول هي خلال على نقرأ على Sign In، نقوم بكتابة الإيميل الخاص بنا هنا، ثم الباسورد كذا. ترى سوف تصلنا رسالة إلى البريد الخاص بنا، يجب علينا نقرأ عليها. سوف ننتظر بضع ثواني إلى حين تصلنا الرسالة. طرق الشحن على إكسبريس يوفر نوعين من الشحن. هناك الشحن المجاني الذي يصل إلى غاية عنوان البيت في خضم 60 يوم كحد أقصى، وهناك الشحن المدفوع والذي يصل غالبا في 7 أيام. فيما يخص الشحن المجاني، هناك China Post، هونغ كونغ بوست، سنغافور بوست. فيما يخص الشحن المدفوع، لدينا DHL، UMS، UPS، FedEx، Aramex إلى آخره. طرق الدفع موقع AliExpress مختلف نوعا ما عن الإيباي والأمازون، لأنه لا يقبل الباي بال ولا يقبل العديد من البنوك الإلكترونية. سوف نكتشف مع بعض ما هي البنوك أو طرق الدفع المعروفة في AliExpress. سوف نفترض مثلا أننا سوف نرغب بشراء هذه القطعة، أنا لا أرغب بذلك. نقر على Buy Now مثلا، وبتعبئة هذه المعلومات نقوم بالنقر على Place Order. كيف تشاهدون معي، لدينا AliExpress يقبل الماستر كارد، يقبل الفيزا. أنا ما أظن طريقة الدفع هذه لم أعرفها، ولا ما أظن هذا بنك أو شيء من هذا القبيل، لم أسمع به مسبقا. لدينا هنا بطاقة مايسترو، لدينا هنا ويب ماني، لدينا كيوي وولت. كيوي وولت نعم، الطريقة جديدة ما أظن طريقة الدفع الروسية أو شيء من هذا القبيل. لدينا بنك ترانسفير. أنا ما أظن الطريقة لا تشتغل، صعبة جدا التعامل معها خصوصا في البلدان العربية. لدينا ويسترن يونيون. أنا ما أظن الطريقة أيضا فيها نفس المشكلة بالنسبة للبلدان العربية، لأن جل البلدان العربية تقبل إرسال المال إلى الخارج. لدينا أخيرا وليس أخيرا الألي باي، يعني طريقة دفع جديدة يجب عليك تعبئة الاستمارة للتعامل معها. كيفما شاهدتم معي ليس هناك الباي بال ولا السكري ولا الفيزا، هناك فقط الماستر كارد والفيزا. لماذا؟ لأنه علي إكسبريس بدلا أن يوفر لك الباي بال الضمان لمدة 30 يوم استرجاع أموالك، فعلي إكسبريس يوفر لك الضمان لمدة 60 يوم بدل الباي بال، وهذا أمر جيد نوعا ما. موقع علي إكسبريس يوفر لك ضمان للمبالغ التي قمت بدفعها في المنتجات. فنفترض مثلا أنك قمت بدفع فاتورة ثمنها أو قيمتها 60 دولار، فهذه المنتجات التي قمت بشرائها سوف تصلك في خضم 60 يوم. ما الذي تفعله إن لم تصلك؟
إذا لم تصلك في خلال 60 يوم، يمكنك أن تطالب بفولور فند، يعني أن يصلك، أن يتم إعادة المبلغ إليك. هذا يأخذ تقريبا بين 10 أيام 20 يوم حتى يصل أو يتم إرجاع المبلغ إلى بطاقتك البنكية. فولور فند يعني if you don't receive your order، إذا لم تصلك البضاعة في خلال 60 يوم. لدينا refund or keep item not as described، يعني يتم إرجاع المنتجات إلينا، يتم إرجاع المال إلينا من خلال أو بسبب أنه لم يصل نفس الشيء الذي قمنا بطلبه. في بعض الأحيان تقوم بطلب المقاس لارج ويتم إرسال لك مقاس سمول، تقوم بطلب اللون الأبيض ويتم إرسال إليك اللون الأحمر. هذا أيضا يكون هناك العديد من الأسباب تدفعك أو ستكون مبررا لإعادة إرسال أو البضائع، سواء إرسال البضائع أو إرسال المال إليك. كما قلت مسبقا، مدة الضمان وهي 60 يوم يمكنك أن تطيلها، تضيف إليه 15 أيام كوقت إضافي، وغالبا هذا الأمر لن تحتاج إليه لأن أطول مدة يمكنك تصلك فيها البضاعة وهي 60 يوم، والموقع يحترم ذلك. نادرا نادرا ما سوف تأخر البضاعة. كيف نقوم بفتح ديسبيوت أو الاستفادة من الباير بروتكشن؟ إما من خلال مراسلة البائع، يعني تراسل وتستفسر عن ماهية أو سبب تأخر البضاعة، أو من خلال Open Dispute خلال هذه الصفحة، أو تراسل الموقع AliExpress من خلال الدعم الفني أو الإيميل الذين يشتغلون به أو يوفرونه لك، هو معروض للجميع. وغالبا غالبا نحن سوف نشتغل من خلال Open Dispute لأنه أكثر بساطة والأكثر نجاعة. فكرة عن Dispute، وهي مثل ما تشاهدون معي في هذه الصورة، نفترض على أنه هذا هو المنتج الذي دفعنا قيمته. Open Dispute هي هذه، نقوم بتحديد يعني السبب إلى آخره، تحديد السبب الخاص بالسبب، يعني لماذا قمنا بإرجاع أو لم نطالب بالرفند. في حالة وصلنا منتج ليس ما هو تم تحديده، نقوم بالتقاط صورة له ونقوم بإرسالها كما هو محدد في هذه الصورة. وأيضا سوف نقوم بكتابة يعني فكرة أو كتابة وصف للمشكل الذي نعاني منه. واجهة الموقع واجهة بسيطة جدا، الصفحة الرئيسية AliExpress.com، نجد السوبر ديلز يعني العروض التي يوفرها الموقع، يعني هناك دائما عروض، يعني عروض باستمرار. نجد فيها مثلا السوبر ديلز في هذه العروض الموجودة حاليا، كيفما تشاهدون معي لدينا هناك العديد من المنتجات التي عليها تخفيضات. السوبر ديلز لدينا البيست سيلينج او المنتجات الاكثر تسوقا في الموقع في خضم هذه الفترة، يعني في هذا الشهر او في هذا الموسم عفوا. لدينا في القائمة او الكاتيجوريز او المجموعات او الانواع، لدينا الالكترونيكس فيما يخص المنتجات او المعدات او البضائع الالكترونية، الجوالات، الحواسيب، الهواتف المحمولة، الهوم جاردن فيما يخص كل الامور التي تستلزم او التي تحتاجها في البيت او الحديقة، لدينا الباكس الشوز يعني حقائب احذية سواء تعلقت بالرجال او النساء، لدينا نسيت الابارل اكسسوريز، الابارل اكسسوريز وهي الملابس سواء خاصة بالرجال او بالنساء، لدينا هنا جوال ليزر واتشز الساعات والمجوهرات، الى انه يجب الاشارة الى ان هذه المجوهرات ليست مجوهرة الذهب الاصلي، يعني مجوهرات مزيفة او نسخ الاصل. لدينا اوتوموتيف كل ما يخص السيارات سواء تعلق الامر بجي بي اس، شاشات، كاميرات، ايضا اجهزة او للصباغة الى اخره. لدينا فيما يخص كل المنتجات التي لها علاقة بالجمال وعلاقة بالصحة. لدينا تويز كيدز بيبي، الالعاب الخاصة بالاطفال، طائرات، سيارات، لا توجد قنابل، متفجرات خاصة بالأطفال. لدينا سبورتس انترتينمنت، معدات الرياضة، لدينا دانسين، بوكسين، يونغا،
لدينا معدات الترفيه gaming camping hiking. على ما أظن هذه هي المجموعات أو الكاتيجوريز. سوف نقوم مثلا بإعطاء فكرة عن تابلتس، نعطي كيف نبحث في الموقع بشكل جيد. مثلا نقوم أو نرغب بشراء تابلت، فهذه الصفحة مكونة بمجموعة من القوائم. فمثلا القائمة توجد على اليمين، هذه القائمة فيها بعض المنتجات. هنا القائمة توجد في الأعلى أو فوق، ممكن التحكم فيها. مثلا فري شيبينج، بالنقر على فري شيبينج لن تظهر لنا في هذه الصفحة سوى المنتجات أو التابلتس أو البضائع التي البائع يوفر فيها فري شيبينج. يعني أي تابلت ليس فيها فري شيبينج، يعني يجب عليك تدفع مصاريف الشحن، لن تظهر لك في هذه الصفحة. لدينا توب ريتد، يعني التابلتس أو الأجهزة التي أكثر أو القطع الأكثر تقييما أو الأكثر جودة. بعض البائع يشترطون عليك أن تشتري قطعتين فما فوق. بالنقر على One Piece Only سوف تظهر فقط البضائع أو البضائع التي البائع يوفر لك أن تشتري منها قطعة واحدة. Sale Items، يعني بعض البضائع يكون عليها تخفيضات وكوبونات. بالنقر على Sale Item يجب فقط، على ما أظن حسب وجهة نظري على ما أظن، سوف تظهر فقط البضائع التي عليها تخفيضات. Seller Online ستظهر البضائع فقط التي البائع أو المسوق الخاص بها هو متصل. لماذا متصل؟ لأننا سوف نرغب بمراسلته والاستفسار عن شيء، ومن هنا يمكن التحكم في هذه الخاصية. Supporting Language، اللغات التي تدعمها هذه التابلت، يعني بالنقر على إنجليز سوف تظهر لنا فقط التابلس أو القطع أو الأجهزة التي تدعم اللغة الإنجليزية. هناك بعض فيما يخص الملابس، سوف تظهر لنا هنا يعني قطن، صوف، جلد مزور أو جلد أصلي. لدينا هنا Network Communication، يعني هل تدعم فقط الواي فاي، بلجن 3G، 4G لايت، اكسترنال إلى آخره، بلوتوث. يعني خلال هذه القائمة نتحكم في كل ما يعرض لنا هنا. إن كنت ترغب بعدم تضيع الوقت الخاص بك والبحث والتعمق في البحث، كل ما عليك هو أن تقوم بتحديد الأمور التي ترغب بها من خلال هذه الصفحة أو من خلال هذه القائمة، وسوف تظهر لك هنا بكل بساطة. لدينا الكارت، وهي سلة المقتنيات صح التعبير أو سلة المشتريات. فمثلا أرغب بشراء هذا المفتاح، مفتاح USB. إلى أنني لا أرغب بدفعه لاحقا، لا أرغب بدفعه الآن. سوف نقوم بإضافته إلى سلة المقتنيات لندفعه لاحقا. نقوم بالنقر على Add to Cart. يعني مثلا في بعض الأحيان ترغب بتسوق أكثر من قطعة واحدة، نقوم بالنقر على Add to Cart. يجب علينا تحديد مثلا اللون، يوفر الشحن إلى المغرب. سوف نبحث عن بضاعة أخرى، مثلا هذه القطعة بعد مضي 4 ساعات مضي تقريبا نصف ساعة وصلتنا رسالة التفعيل. نقوم بالنقر عليها هكذا لكي نقوم بتفعيل الحساب الخاص بنا، لأنني نسيت تطرق إلى ذلك. نقوم بتحديد مثلا قطعة واحدة أو قطعتين، طلب قطعتين، ونقوم بالنقر Add to Cart. هكذا لقد تم وضع القطعة أو البضاعة في الكارت الخاصة بنا. سوف نقوم بالنقر على الكارت وسوف نجدها هكذا. نفترض على أننا نرغب بشراء هذه القطعة، سوف نقوم بإضافتها ليس في الكارت وإنما في الوشليس أو في سلة الأمور التي نرغب بشرائها، ليس الآن أو غدا، وإنما يعني مدة معينة، يعني بعد شهر، بعد يوم، أيضا بعد ساعة. نقوم بالنقر على Add to Wishlist. لماذا أنصح بAdded to Wishlist؟ لأنه هذه الخاصية جميلة جدا، لأنه مثلا بالنقر على My Orders أو My List، صح هذه My List، نقر على My List سنجد كل الأمور التي وضعناها
في الباي يعني في الليست او الويش ليست الخاص بين الامور التي نرغب بشرائها. والجميل في الامر ان هناك باي ليست اليرت، يعني كلما كان هناك منتج قمنا باضافته الى سله المقتنيات وعليه تخفيض سوف يظهر لك في هذه الصفحه باي ليست اليرت. ايضا هذا الامر يظهر في اظهار اشعار صغير اما في هذه القائمه او في بجانب الاسم الخاص بنا واليوزر نيم الخاص بنا، يظهر هنا شعار او رقم صغير جدا مثل ما هو مبين في هذه الايقونه، يظهر لنا هنا مكتوب عليه ان هناك تخفيض بنسبه 10% 15% على المنتج الذي قمنا باضافته الى الويش ليست الخاص بنا. على ما اظن هذه الامور التي قد ترغب بمعرفتها ترغب معرفته، عليك معرفته قبل التعامل مع موقع اليكسبريس. موقع اليكسبريس هو موقع مضمون ولديه سمعة قوية جدا، يمكنك إضافة الإيميل الخاص بك هنا. لماذا؟ لكي يصلك جديد الموقع، كذلك يصلك الكوبونات الخاصة بالموقع. يمكنك تحميل تطبيق اليكسبريس سواء على متجر جوجل أو الاي او اس. هناك مجتمع يعني كوميونيتي، يمكنك طرح استفسارات الخاصة بك. مشكلة الموقع أنه فيما يخص الدعم يعني على الإيميل، من الصعب أن ترسل الموقع فيما يخص الإيميل. هناك صفحة خاصة بجل الأمور التي يجب عليك معرفتها. سوف أشرح بكل بسرعة كيف نراسل البائع. نفترض مثلا أننا نرغب بمراسلة بائع هذه القطعة. دعونا نبحث عن أين هو زر البائع. لدينا كونتاكت ناو. كونتاكت ناو يمكننا مراسلة البائع من خلال الرسائل، يعني رسائل عادية الرسائل، أو هناك خاصية أخرى مراسلته من خلال يعني محادثة فيديو يعني صوت وصورة أو شات يعني كتابة. كونتاكت ناو هنا يمكننا كتابة الرسالة الخاصة بنا send message to supplier. نقوم بكتابة الرسالة هنا ويمكننا أن نجد هذه الرسالة أين في my AliExpress my message center. سوف نجد هنا الرسالة التي قمنا بإرسالها. أيضا هناك شيء آخر يمكننا مراسلة، كما قلت مسبقا يمكننا مراسلة البائع من خلال المحادثة بالفيديو، وذلك يجب علينا تثبيت تطبيق أو برنامج تريد مانجر وبرنامج خاص بعلي إكسبريس، أو يمكننا الاكتفاء فقط بالمحادثة عن طريق الشات مثل ما الأمر كان في الام اس ان أو ياهو ماسنجر بالنقل على سيرفيس سنتر. هنا قد يكون البائع متصل، نقوم بنقل الروز مثلا هذه بائعة لأنها ليست بالمتصلة، تكون أيقونة صفراء أو بنية، فورا نقر عليها تنبثق لدينا الصفحة، نقوم بمراسلة البائع من خلالها. على ما أظن هذه الأمور يجب عليك معرفتها. أدعوكم بالنقر على لايك، كذلك بالانضمام إلينا من خلال فولو على تويتر، كذلك سبسكرايب على اليوتيوب. دمتم في رعاية الله وحده.